التصميم والشكل الخارجي قريب من الاس 21، بصمة مدمجة تحت الشاشة ومقاومة الماء والغبار، شاشة حجمها كبير بمعدل تحديث 90 هرتز لأول مرة في الفئة المتوسطة من سامسونج، وسماعات ستيريو بالتعاون مع دولبي اتموس. هي أهم حاجات بتميز تليفون سامسونج جالاكسي A 72. تابع الفيديو الآخر ومتنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة. السلام عليكم، انا احمد عبد الباسط من قناه اندرويد بالعربي، ودي مراجعه سامسونج جالاكسي A 72. في البدايه لو نزلت تحت في صندوق الوصف هتلاقي توقيتات لكل النقط اللي هنتكلم عليها في التليفون ده، كل اللي عليك تضغط عليها وهتنقلك للحاجه اللي انت مهتم بيها بالظبط في الفيديو. لما تيجي تبص على البطاريه جايه ب 4000 ملي امبير. حاجه تحسب لسامسونج هنا في اداره الطاقه في التليفون ده، سعر التليفون ده تقريبا $350 امريكي و5000 جنيه مصري و1000 ريال سعودي. اول حاجه هنتكلم عليها هي التصميم والشكل الخارجي للتليفون. على اليمين ازرار خفض ورفع الصوت وزر الباور، من فوق درج الشرائح وكارت الميموري ومايك مانع الضوضاء، اما من تحت موجود منفذ 3.5 ملي والمايك الرئيسي وفتحه الشحن ونقل البيانات من نوع تايب سي، واخيرا السماعات الخارجيه الاستيريو اللي بالتعاون مع الدولبي اتموس. ارتفاع الجهاز 16 سنتي ونص وعرضه 7.74 سنتي، وسمك التليفون 8.4 ملم والوزن 203 جرام، تقيل الى حد ما. الشاشه كالعاده من نوع سوبر اموليد بحجم 6.7 انش بدقه فول اتش دي بلس، وهي نفس دقه الشاشه في الجيل السابق في الاي 71، لكن الجديد انها بمعدل تحديث 90 هرتز، بتساعدك تلعب وتتصفح بسلاسه وتحس التليفون خفيف وسريع في التنقل بين القوائم والالعاب. اما بالنسبه للمعالج فحصل له تطوير بسيط عن السنه اللي فاتت. المعالج من نوع سناب دراجون 720 جي، مصنوع بتقنيه 8 نانومتر، معالج قديم شويه وجي في تليفونات كتير قبل كده خاصه التليفونات الصينيه، والمشكله ان التليفونات اللي جه فيها المعالج ده باسعار ارخص بكتير من التليفون ده رغم ان المعالج واحد. سرعه المعالج 2.3 جيجا هرتز ومن الانويه، وبيجي بساعتين من الرام 6 و8 مع 128 و256 جيجا بايت للذاكره الداخليه، مع امكانيه طبعا اضافه كارت ميموري حتى 1 تيرا بايت. نظام التشغيل اندرويد 11 مع احدث واجهه مستخدم من سامسونج وان يو اي 3.1. وخليني اقول لك ان اهم حاجه سامسونج اتطورت فيها من وجهه نظري هي واجهه المستخدم. يعني ايام التاتش ويز الواحد كان بيعاني الامرين، لكن دلوقتي سهوله وسلاسه وسرعه وانيميشن تحفه، حتى شكل الايقونات اصبح حاجه حلوه. الحاجه اللي هنتكلم عليها بعد كده وهي الكاميرات. بقى في تنافس رهيب بين الشركات على احسن كاميرات في الفئه المتوسطه. موجود اربع كاميرات خلفيه، الاولى بتيجي بدقه 64 ميجا بكسل بزاويه واسعه مع مثبت بصري وفتحه العدسه f1.8. اما بالنسبه للكاميرا الثانيه فالزاويه واسعه جدا، الالترا وايد بدقه 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.2. اما بالنسبه للعدسه الثالثه او الكاميرا الثالثه فهي جديده في سلسله الاي، وهي عدسه الزوم او التقريب بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.0، بتقرب حقيقي لغايه 3x ورقمي لغايه 30x، مع المفاجاه مثبت بصري كمان في الكاميرا الزوم. اما بالنسبه للكاميرا الرابعه والاخيره فهي كاميرا تعودنا نشوفها في التليفونات في الفئه دي، وهي كاميرا المايكرو او تصوير الاشياء القريبه جدا من التليفون بدقه 2 ميجا بكسل. الامكانيات والقدرات اللي جايه في الكاميرا دي بتديك قدره انك تعمل شويه حاجات كده بالكاميرا، تقدر تصور بيها 4K بمعدل اطارات 30 اطار في الثانيه سواء في الكاميرات الخلفيه او حتى الاماميه اللي هنتكلم عليها كمان شويه. تقدر تتنقل ما بين الكاميرات عادي جدا اثناء تصوير الفيديو من غير ما تطلع من الفيديو وترجع تفتح فيديو جديد. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي على شكل ثقب في الشاشه الاماميه بدقه 32 ميجا بكسل، وزي ما قلت لك بتصور 4K بمعدل اطارات 30 اطار في الثانيه. الحاجه اللي هتكلم عليها بعد كده وهي البطاريه. البطاريه بتيجي بقدره 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع حتى 25 واط، بس للاسف الشحن اللي بيجي في الكرتونه بيكون 15 واط بس، لكن البطاريه دي مع الاستعمال اقدر اقول لك انها تقدر تديك من 7 ل 8 ساعات سكرين اون تايم من الشغل المتواصل. سعر التليفون ده لنسخه ال 128 جيجا زائد 8 جيجا رام المتوفر في مصر تقريبا 7500 جنيه. الالوان متوفره ابيض واسود وازرق وبنفسجي. اخر حاجه هنتكلم عليها هي مميزات وعيوب التليفون ده. اول ميزه في التليفون ده فالكاميرات وتصوير الفيديو والامكانيات اللي معاك اللي تقدر تعملها بالكاميرات سواء الخلفيه او الاماميه. الميزه الثانيه البطاريه الجباره اللي بساعه 5000 ملي امبير واللي بتديك من 7 ل 8 ساعات سكرين تايم من الشغل المتواصل. الميزه الثالثه الشاشه الكبيره ومعدل التحديث 90 هرتز. الميزه الرابعه والاخيره مقاومه الماء والغبار بمعدل IP67، مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه في مقاومه الماء والغبار، لكن مقبول الى حد ما في ظل الفئه السعريه. اصلا اول مره نشوف في الفئه المتوسطه الميزه دي. اما بالنسبه للعيوب فالتليفون كله مميزات ما عدا حاجه واحده بس ممكن تكون عيب او لا حسب استخدامك للتليفون. انا من وجهه نظري ان اضعف حلقه في التليفون ده هو المعالج. المعالج ضعيف شويه لو انت جيمر، لو بتلعب بابجي او الالعاب الثقيله العاليه اللي بتحتاج باور وحركات وانيميشن كبير، فالمعالج ده
مش هتحس انك بتعمل تجربه استثنائيه، هتكون تجربه عاديه جدا بالنسبه للمعالج. فلو انت بتستخدم التليفون استخدام عادي فالتليفون هيكون مميز في كل النقاط ما عدا النقطه دي، لو انت جيمر فممكن يكون في خيارات احسن من التليفون ده. وبكده يكون المراجعه بتاعتنا خلصت النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. بشكركم، انا احمد عبد الباسط من قناه اندرويد بالعربي. في نهايه هذا الفيديو وكل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في امان الله، السلام عليكم.